بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روض القرآن، وهذه الحلقة 95 بعد 200 والألف، ونحن نتحدث عن آية في سورة مريم. وقد حكى الله لنا سبحانه وتعالى عن مريم وهي تضع طفلها وكانت خائفة، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عيسى وهو لسه مولود وقال لها: وهزي إليك برزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عيسى بن مريم يتحدث عندما وضعته أمه فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، عين مية بتجري. عيسى بن مريم يتحدث وينادي: وهزي إليك برزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا ترى هذه المعجزات تستمر؟ يستمر عيسى في الكلام؟ نشوف سيدنا عيسى يتكلم لمدة قد إيه. فكلي واشربي وقري عينا، وقلنا مهم جدا لأي واحدة ولدت ووضعت أن تقر عينها. طب هي كانت محتاجة نفسها في ولد جابت بنت تبقى حزينة، أو نفسها في بنت جابت ولد. يعني أنا شفت واحدة كل ما تخلف تجيب ولد ولد ولد، جاب 5 6 صبيان، نفسها تجيب بنت، فكل ما تجيب ولد تزعل. يعني مش بس اللي بيزعل اللي جابت بنت، لا ده في ناس بتزعل جابت ولد. فربنا بيقول لها: لا انت تنبسطي، علشان لو زعلتي وحزنتي هتنزلي لابنك الحزن في اللبن، ويسكن الحزن قلبه وجسده من اول الولاده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لها: يا مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقلنا أن الصيام عن الكلام كان في عبادات من قبلنا، ولكنه نسخ، فلا يوجد في الإسلام عبادة الصيام عن الكلام، إنما الصيام عن الطعام والشراب والإيه وشهوة الجنس. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا عظيما. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. أخوها هارون رجل صالح، ويقال إن هارون ده أخوها فعلا، ويقال إنه بيشبهوها بسيدنا هارون، سيدنا هارون اللي هو أخو موسى. فكانت يعني أخته في العبادة والزهد. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أمك لم تكن تمارس الزنا، أنت إزاي تعملي كده، إزاي تحملي. فأشارت إلي، أشارت إلى الطفل. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ازاي نكلم طفل لسه مولود؟ قال: اني عبد الله. تخيل طفل رضيع لسه مولود يقول: اني عبد الله، اتاني الكتاب. اتاني الكتاب، هو للي مولود ده كان جاله كتاب؟ لم يؤت كتابا، انما هو يتحدث بلسان الحق تبارك وتعالى انه نبي وسينزل عليه كتاب. يعني انت متخيل طفل لسه مولود بيقول: اتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ وما هو الكتاب الذي نزل على عيسى؟ الإنجيل، كتاب الكتب السماوية، عارفينها طبعا، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور الذي أنزل على سيدنا داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى، هذه الكتب السماوية. وملخص الكتب السماوية كلها فين؟ في القرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فمن أراد أن يقرأ التوراة الصحيحة فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يقرأ الإنجيل الصحيح فليقرأ القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون. فاللي عاوز يقرأ القرآن الصحيح، اللي عاوز يقرأ الإنجيل الصحيح يقرأ الإيه؟ القرآن. اللي عاوز يقرأ صحف إبراهيم وموسى يقرأ القرآن. طيب، يقول تعالى: فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. لسه طفل مولود بيقول: آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وكان عيسى بن مريم في أي مكان يحل فيه تحل البركة، تحل البركة، يزداد الرزق. قولوا: الشجر الذي لا يثمر يثمر، الأرض تتحول إلى خضراء. جعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وعلى فكرة أي إنسان يتميز بحبه لله، ويتميز بمحافظته على الصلاة بإخلاص، ويتميز بزكاته، يجعله الله مباركا. حتى قالوا أن العين التي تنظر في المصحف كثيرا، يعني العين اللي بتبص في القرآن كتير، لا تحسد. يعني أنا بقرأ ورد الصبح وورد بالليل والمصحف معايا، كل ما بخلق لنفسي بطلع المصحف، بخلص جزء بالنهار وجزء بالليل، ودايما مع كلام الله: العين التي تنظر في المصحف كثيرا لا تحسد. عشان كده تريد أن تكون مباركا، أكثر من الصالحات والطاعات.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. برا بوالدتي أمي دي الإنسانة العظيمة التي برأها القرآن من الزنا، ولولا القرآن ولولا القرآن الكريم لبقيت الشريفة الطاهرة العفيفة مريم متهمة بالزنا ليوم القيامة. ولابد أن المسلمين يعرفوا الناس كده، ولابد أن المسيحيين وكل من يؤمن بالله يعترفوا لهذا القرآن بالفضل، أنه لولا القرآن لظلت الشريفة العفيفة الطاهرة مريم ابنة عمران متهمة بالزنا إلى يوم القيامة. وما زال اليهود حتى الآن، وما زال اليهود حتى الآن يقولون على مريم أنها زنت وأنجبت عيسى من الزنا. ولولا القرآن، لولا القرآن الكريم لظلت الطاهرة العفيفة مريم متهمة بالزنا إلى يوم القيامة. عشان كده وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ويظل عيسى ابن مريم وفيا لأمه وبرا بها إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. السلام علي يوم ولدت، زي ما بقول يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. في موت عيسى جاءت روايات. الرواية الأولى أن عيسى ابن مريم رفع إلى الله عز وجل بروحه وجسدي، وأنه ينزل إلى الأرض مرة تانية ويقيم العدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم العدل في الأرض خلاص. وإنه لعلم للساعة، وفي رواية وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى ابن مريم ده ربنا جعله علامة من علامات الساعة. وإنه لعلم للساعة، وفي بعض الروايات وإنه لعلم للساعة. طيب في رواية تانية بتقول إنه عيسى ابن مريم خرج إلى مكان، وهذا المكان قضى فيه وقتا ثم توفاه الله، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وورد في حديث إن النبي عليه السلام لما قال قوله الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فما فيش حد عايش يعني قبل النبي، يعني كلهم توفاهم الله. طيب عشان كده بقول وبرا بوالدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. هل هو مات ورفع، ولا رفع ولم يمت وهينزل وهيموت تاني؟ العلم عند الله عز وجل. تعال نقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. والإله لا يموت. الناس يقولوا عيسى هو الله، جيسس إز جاد. وطبعا النصارى منقسمين انقسام فظيع. النصارى في أوروبا كلهم اللي هم الكاثوليك يقولون أن عيسى هو الله، جيسس إز جاد. والنصارى في الشرق ومصر وأفريقيا وغيره يقولون لا، عيسى ابن الله، عيسى وأمه والإله إله واحد. فالذين يقولون أن عيسى هو الله جيسس إز جاد اسمهم كاثوليك، ودي كنيسة اسمها كنيسة الأوروبية بتاع الفاتيكان. والذين يقولون أن عيسى ابن الله جيسس إز صان اللي هم مسلمي الشرق، دول اسمهم الأرثوذكس. لا دول بيؤمنوا بدول ولا دول بيؤمنوا بدول، ولا يتجوزوا من دول ولا دول يتجوزوا من دول. ما ينفعش كاثوليكي يتجوز أرثوذكسي، ما ينفعش، ولا أرثوذكسية تتجوز كاثوليكي. فهم في شقاق فظيع، ومش ممكن البابا ده يقعد مع البابا ده، ولا لا 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 لا. دول يعني ان كان بعضهم يعني لا يؤمن بعقيده بعض، زي ما ربنا قال وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض. يعني مسيحي الشرق يقولون ان عيسى هو الله، ان عيسى هو الله. مسيحي الشرق اللي هم بتوع افريقيا بيقولوا عيسى ابن الله اللي هم الارثوذكس. ومسيحي الغرب يقولون ان عيسى هو الله، بتوع كنيسة الفاتيكان بتوع القول الفصل فيه أنه عبد الله. والقول الفصل طبعا قول المسلمين، قال إني عبد الله. من عيسى؟ عيسى عبد الله. قال إني عبد الله. العقيدة دي على فكرة مش نقطة سهلة، ده نقطة مختلف عليها أكتر من 3,000,000,000 شخص. 1,000,000,000 بيقولوا إن عيسى ابن الله أو هو الله، وألفين مليون مسلم بيقولوا لا، ده عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. إن شاء الله إن شاء الله نكمل حكاية عيسى ابن مريم في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.